السلام عليكم، مساكم الله بالخير. سناباتنا اليوم مختلفة، أعرفكم على فئة وعلى مكان ربما تستغربون منه كثيرا. الزيارة يا أحبة لمستشفى النقاهة في الدمام. أبغى نتعرف بس على كيف نعمة الله عز وجل علينا. شوفوا المواقف بعد شوي عشان تكونون في الصورة. 60% من الحالات اللي موجودة في النقاهة حوادث السيارات، والباقي إما إعاقة أو جلطة أو كبر سن. طبعا هذا الأخ كان مهندس في شركة وأصيب بجلطة، والآن عنده شلل نصفي، الجزء الأيمن كله ما يتحرك. طبعا هذا الأخ حالته غريبة جدا جدا، طبعا ما يعي ولا يستوعب ولا يتكلم ولا ينطق ولا يتحرك ولا شيء. تدرون شو السبب؟ كان فيه خلاف عائلي بينه وبين ولد عمه، والغضب الشديد أدى إلى انفجار عرق في المخ وتسبب في تعطل جميع الأعضاء. من المؤسف أنهم ما يدرون عنه أي شيء، يعني لو تألم أو شيء ما يدرون. الأطباء يقولون إذا قام يرافس نعرف أن عنده احتباس في البول أو أنه يريد شيء. الله المستعان. طبعا أخونا هذا صار عليه حادث داخل الدمام قبل 6 سنوات، وأصيب بإعاقة كاملة، ما يتحرك شيء ولا يستوعب شيء، نفس حالة اللي قبل شوي، يعني ما يدرون وش اللي في خاطره، بس أحيانا يبكي ولا يدرون الأطباء وش اللي يريد وش اللي يحتاج. العجيب أن أمه وأبوه طيلة 6 سنوات الماضية كانوا يأتون له كل يوم العصر وتقرأ عليه وتبكي بكاء مرير. لو تأملت وقلنا حادث داخل الدمام معناته مهم مسرع سرعة كبيرة، اللي يستهينون في الجوال في السناب في التصوير انتبهوا تكفون. وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأنا أحاول قدر المستطاع أني ما أظهر وجوههم بشكل واضح، يعني تقديرا واحتراما لهم ولأهاليهم، يمكن أحد يشوف الحالة اللي بعرضها الآن. أبا خليه يتكلم لأنه يستطيع الحديث ويعطيكم سالفته، وشوفوا العبرة وين. أرحب يا أبو ظافر. تفضل يا حبيبنا، ايش الموضوع؟ عندي نصيحة لكل واحد يسوق سيارة بعدم السرعة، لأنه بيسرع ولا بيقدر، لا تركت السيارة ولا ترك قدام الزحمة صدقني ما يقدر يوقف السيارة. أنت يا أبو ظافر كنت مسرع وطلع عليك واحد صح؟ أنا كنت مسرع، طلعت سيارة من اليمين محمد قام داك سفري تقلبت ها؟ يوه. هذا الكلام قبل كم سنة؟ 3 سنين تقريبا. 10؟ لا ما يدعك وقت، ما تذكر وقت. أقول لك بالعشرة وقت بلي وترك الدم. لا لا صادق، أسأل الله أن يشفيك. قول أمين. آمين. ويحفظك أبو ظافر ويسعدك. جزاك الله خير يا مرحبا. هذا الشاب السوداني صدمه واحد في حي من أحياء الدمام وللأسف هرب، وأصيب الآن بفقد الحركة وفقد للنطق وفقد لكل شيء، وأبوه ما يستطيع أن يسوق سيارة، ومع ذلك يجي في كل يوم ويزوره. الشاب هذا كان يسوق دباب في حارتهم وصدمته سيارة وتعطلت عنده الأعضاء وأصبح ما ينطق ولا يتكلم. العجيب بعد 14 سنة صار يفهم غير اللغة العربية، الإنجليزية والفلبينية والهندية بسبب مكوثة في المستشفى. انتبهوا لعيالكم عند الباب وفي الحارة وفي بعض الأماكن العامة. الحالة الأخيرة أيضا عنده تعطل في الحركة وأصبح إنسان عدائي ويصاب بنوبات، كله بسبب الإفراط في تناول الكحوليات، الشراب والخمر والويسكي، فضلا عن أنها محرمة قد توصل بالإنسان إلى هذه الحالة. أصبح عنده تلف في الدماغ، عطلت عنده الأعضاء والحركة. نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين وأن يشفي مرضاه.
فيكم بس تتأملون شغلة يا أحبة، شفتوا هذول اللي مريناهم كلهم ما يستطيع الواحد منهم يأكل بنفسه ولا يذهب دورة المياه بنفسه، بل هم يأكلونه وهم يودونه، فضلا عن أنهم جالسين في أسرتهم ما يقدرون يطلعون ولا يتحركون. والله لو جلست أنت بس في غرفتك ما تتحرك لمدة أسبوع كيف بتصير نفسيتك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، لنكن نحن من هؤلاء القلة. أنا المريض والقهوة اللي قبل شوي، هذا رجل كبير في السن عمره فوق 90 ومصاب بزهايمر، وأيضا ما يتحرك من شيء. العجيب أن عنده ولد يجي كل يوم من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء ويجيب معه قهوة، والأب هذا ما ينطق إلا باسم ولده، اسمه سعيد، ويجيه في كل يوم ويشربه قهوة بشكل بسيط جدا، ويصلي هنا المغرب ويصلي العشاء في المستشفى بعدين يمشي. نعم البر والله. الأشياء الجميلة أن فيه شراكة بين المستشفى النقاهة وبين المرور، بحيث إذا ضبط واحد في مخالفة مثلا جوال أو سرعة أو تفحيط، بدال ما يوقفونه هناك توقيف مطول، يجي المستشفى مثلا بيوقف يومين، يجي المستشفى يومين ويشوف المرضى ويتعرف عليهم ويأكلهم ويشوف بعينه خطورة الحوادث. وهذا شيء جميل. حتى بعض القضاة يحكم على بعض المفحطين أنهم يجون ويداومون هنا في المستشفى مدة معينة.